الدول العدل وأن الشرطة تراقب المياه الدولية والحدود الإقليمية. ومن ثم فإن القصد الجنائي ثابت لجريمة الاتجار بالبشر، وبالتالي فالقانون 1427 لم يعتبر فعل الهجرة أو التهجير القسري بهذه الطريقة جريمة للاتجار. كان لنا انتظارات كبرى السيد الرئيس أن يحمي هذا القانون الضحايا، لكن للأسف لم يحميهم بل نكل بهم، خاصة أن هذه العصابة لها سوابق في ارتكاب هذا الفعل وأن الجريمة عابرة للحدود وضحاياها كثر. فجميع العناصر المشكلة لجريمة الاتجار بالبشر نجدها تنطبق على وقائع الهجرة والتهجير القسري. ولكم السيدة الرئيسة السادة المستشارات واسع النظر والتقدير. سيادة الصمت من فضلكن ومن فضلكم. الآن قد يمر الملف الرابع المتعلق بجريمة الاستغلال الجنسي للأطفال، فلتتفضل الضحية مشكورة. هي ضحية ودفاع بنفسها. نظرا لتعذر حضور قاصر وولي أمره للمثول أمام سيادتكن، وذلك لتأثرهما وحالتهما النفسية جراء الاعتداء الذي طال القاصر، اسمحنا لي أن أنوب عن القاصر في شخص ولي أمره في تقديم موجز وقائع نازلة والتي جاء في مستهل تصريحاته أمام الضابطة القضائية باختصار. إن لهذه العائلة قريب يتردد عليهم بين الفينة والأخرى، وكانت تطلب منه اصطحاب ابنهما للعب في الحدائق المجاورة، وبعد مدة لاحظت الأم تغيراً بسلوك ابنها وانعزاله ونوبات غضب غير عادية، فابتدأت أن تستشير أحد أطباء النفسيين، وبعد عدة جلسات استماع أرشدها أن تراجع طبيب عام للفحص الكامل، حيث اتضح له أن الطفل تعرض لهتك عام. وبعد سؤال الأم لابنها عن الفاعل أخبرها أنه قريبه، وحيث أن وقع الصدمة كان على الأبوين كالصاعقة لم يتوانى عن مواجهة قريبهما الذي أنكر في بادئ الأمر تنظم هيئة المحامين بطنجة اليوم ملتقاها السنوي الثالث احتفاء بالمحامية الطنجاوية والمحامية المغربية عموما. كان هذا الاحتفال ديالنا هذه السنة يعني بمحاكمة رمزية لقانون مكافحة الاتجار في البشر. كانت المحاكمة جسدت فيها محاميات طنجة عدة أدوار وعدة صور لهذا القانون ديال مكافحة الاتجار في البشر. كان الدور ديالي كينصب حول التهجير، يعني كنشوفوا بأن هناك عدة فراغات في هذا القانون، منها يعني عدم وجود الهجرة السرية والتهجير القسري مع وجود ظروف تشديد في قانون التجار في البشر. كانت لنا عند التوصيات في هذه المحاكمة منها إحداث شرطة متخصصة خاصة بهذا القانون، وكذلك إيجاد بنية تحتية ملائمة لضحايا هذا القانون. كان نشاطا صراحة سيغني الحقل القانوني والحقوقي. كنت كنشتغل مع هذه العائله، هي ماشي من هنايا، هي اجنبيه على المغرب، واشتغلت معاهم واحد المده 7 شهور. واحد النهار تفاجئوني بانهم غادي يرجعوا للبلاد ديالهم، واقترحوا عليا انني نمشي معاهم، واقترحوا عليا واحد العرض مغري صراحه ما خطرتش انني نقدر ديك الفرصه، وحيت انا العائله ديالي ضعيفه وانا هي المعيده ديالي الوحيده ديال العائله ديالي، والفقر انتم عارفين. وانا ديك الساعه فاش اقترحوا عليا داك الشيء وافقت. إذا قبلتي بشكل طوعي بلا ما نفكر، العرض هو اللي غراني وسافرت مع هاد الناس. هذا اليوم انتم لاحظتوا بان الامر يتعلق بواحد النشاط مختلف نوعا ما، هو نشاط اللي من الاقتراح واعداد واخراج وتشخيص ديال لجنه المحاميه التابعه لهيئه المحامين بطنجه، هي لجنه وظيفيه تابعه للهيئه. هذا النشاط هو الملتقى السنوي الثالث للمراه المحاميه،
واللي الموضوع ديالو الاساسي كان عباره عن محاكمه رمزيه للقانون 27/14 المتعلق بمكافحه جريمه التجاره في البشر. هاد المحاكمه اللي لاحظتوا من خلال التشخيص ديال الزميلات اللي حضروا بانها كتستهدف الوقوف على الجوانب القانونيه اللي يعني جوانب القصور وجوانب القوه في هذا القانون. ولذلك فقد لاحظتوا بان هناك ضحايا، هناك هيئه دفاع عن الضحايا، وهناك النيابه عامه، كذلك هناك هيئه دفاع عن القانون في حد ذاته لابراز الايجابيه ديال هذا القانون. اذا كنتمنى وان شاء الله على ان هذه تكون مساهمه من هيئه محامي طنجة في تعميق النقاش حول هذا القانون اللي مر على يعني بدء السريان ديالو الان كنتكلموا على اكثر من 7 سنوات، وبالتالي قد تكون الفرصه سانحه من اجل تطوير هذه النصوص وتجويدها لتوفير الحمايه اللازمه للاشخاص في وضعيه الهشاشه والحاجه والضعف. الدفاع عن ضحيه من ضحايا جرائم العمل القسري والمنصوص عليها في قانون مكافحة الانتشار بالبشر. سيدة الرئيسة، قبل الخوض في هذه القضية فإنني على اليقين التام على أن هيئتكن الموقرة ستكون خير قارئ لما سأتطرق إليه من دفعات قانونية من أجل تحقيق العدالة. إذن باسم الحق والقانون حكمت المحكمة حضوريا علنيا ونهائيا بما يلي: أولا، نتمم صدور القانون، إلا أننا من خلال الاستماع للضحايا يتضح قصور بعض مقتضياته من خلال عدم تطرقه لمجموعة من الجرائم التي تدخل ضمن دائرة الاتجار بالبشر، خصوصا جريمة التهجير، إضافة إلى صعوبة التكييف، انعدام حماية الضحايا والتكفل بهم، غياب إلزامية الاستفادة من المساعدة القانونية، صعوبة الولوج للعدالة خوفاً من المتابعة، خاصة بالنسبة للنساء ضحايا الاعتداءات الجنسية.